تمام، يعني مش هنطول عليكم. بصوا احنا النهارده هنتكلم عن كونسبت هو في هابت رقم 4 من العادات السبعه الهايلي افكتيف بيبل بتاعت ستيفن كوفي، تمام؟ لو حد عارفها ايه. الحمد لله ده كويس، ده حاجه عظيمه جدا. تمام، ثينك وين وين. تمام، فنبتدي على طول. يعني ايه ثينك وين وين او فايز 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 ابراهيم فايز؟ ما علينا. طيب احنا عندنا 6 بارادايمز اوف هيومن انتراكشن. يعني ايه بارادايم؟ بارادايم دي طريقه تفكير، تركيب الدماغ، تقدر تقول عليها منتاليتي بس بشكل مبسط يعني، او طريقه تعامل عادي. كل الاحتمالات بتاعت ان انا افوز واللي قدامي يخسر، او اللي انا افوز واللي قدامي يفوز، او اللي انا اخسر واللي قدام كده يعني. اول حاجه وين لوز، حد بيفكر بعقليه انا لازم اكسب اللي قدامي هيخسر. اي كونفرزيشن، اي بزنس، اي حاجه بقى نفس الكلام. لوز وين، انا اخسر وده اللي هو الشمعه التي تحترق من اجل الاخرين. تالت حاجه هنتكلم عن كل واحده بالتفصيل، انا بس بجري فيهم يعني. لوز لوز اللي هو اللي انا وانت هنخسر، وين اللي هو انا اكسب ريجاردلس بقى اللي قدامي يكسب يخسر هو يهتم بشؤونه. وين وين هو ده اللي احنا هنتكلم عليه، وين وين اور نو ديل برضه هنتكلم عليه. طيب اول حاجه وين لوز، الحقيقه ان احنا كلنا سكريبتد او اتبرمجنا من التربيه ومن المدرسه ومن حاجات تانية ومن بعض الاجزاء في الكنيسه على احيانا وين لوز. يعني انا لازم اكسب يبقى اللي قدامي لازم يخسر، علشان انا اكسب في الشغل لازم اللي قدامي يلبس حاجه، علشان انا اكسب مثلا في علاقتي الزوجيه لازم المدام تكون هي اللي غلطانه، وهكذا بقى. طيب فوين لوز دي في التربيه مثلا كنتوا بتسمعوا الكلام ده ايه من ماما كتير احيانا، يعني مدرسه ايه اللي انت طالع الاول عليها، ابن خالتك طالع الاول على المجره، فانا يعني لازم اتقارن يعني الكبابيلتي بتاعتي او مقدرتي انا بحد تاني. وحته برضو الاول والتاني والتالت والرابع في المدرسه دي اساسا هي سن انفير، لان انا دلوقتي لو عندي مدرسه كل امكانياتها تعبانه وكل الطلبه يعني بعافيه شويه، فايه فايده ان انا اطلع الاول عليها؟ يعني افضل الفاشلين مثلا. المقارنه مش دايما بتكون صح. الكومبيتيشن مفيده في الدراسه وفي كل حاجه، ان انا اكون تنافسي او ان انا اكون عايز اجري عايز احقق، لكن مش لازم علشان انا اكسب اللي قدامي يخسر. طيب وهكذا بقى من التربيه الغلط اللي احنا اتربينا عليها. انت ليه مش هادي زي هنادي؟ تمام؟ ايه؟ طيب جنينة ايه اللي انت عايز تلعب فيها؟ ابن خالتك بيلعب في برشلونة دلوقتي، وهكذا. طيب حتى لعيني لما كبر امريكي تي بس اللي انت رايحها، ابن خالتك طلع المريخ. بس مقارنات مقارنات مقارنات، بتتقارن في المدرسة، بتتقارن في الشغل، حتى يعني وانت داخل انترفيو منطقي طبعا ان انت تتقارن وياخدوا افضل واحد وكده. طيب ده بيخلينا نحس ان قيمتنا مش جوانا، قيمتنا دايما بره. I have to compete someone يعني علشان اكون انا الفائز، لازم اهزم فلان، لازم ابقى احسن من فلانه، لازم الصوره بتاعتي تجيب لايكات اكتر، لازم فرحي يبقى احسن منها، لازم شكيت الكلام ده. فقيمتنا دايما عند الاخر، لو انا احسن من الاخر اذا انا كده ليا قيمه، مش في ذاتي مش جوايا. مما يؤدي الى حاجات كتير بقى. زوج مش بيسمع غير لنفسه، متسلط دايما يمشي رايه، فاهم اية الرجل راس المرأة غلط. او زوجة برضو ما بتسمعش غير نفسها، او مدير يعني بيطرد تقريبا اي حد يختلف معاه في قراراته حتى اذا كانت قراراته دي غلط، مش بيسمع لاي فكرة جديدة علشان بس الفكرة دي مش جاية منه، واذا سمع لاي فكرة جديدة بينسبها لنفسه. طيب ده خلى بقى الحكايه دي منتشره قوي في الغرب، ده خلى ان اي حد يكح في وش اي حد يرفع عليه قضيه، منتشره قوي الحكايه دي في الغرب. يعني لدرجه ان بعض المؤسسات المحاميه يعني اسسوا مؤسسات للتفاوض بحيث ان هم يخلصوا الدنيا بره المحكمه، مش كل حاجه بتخلص بالمحاكم، النيجوشيشن او طريقه التواصل اسرع بكتير من المحاكم. طيب طب قلبي من عندك يا الزر ده بعافيه شويه من عندي. تاني حاجه لوز وين،
لوز وين اللي هو البني ادم اللي هو الشمعه التي تحترق من اجل الاخرين. انا اخسر انت تكسب، تعال عليا تاني زي ما غيرك جه عليا. يعني الشخصيه دي بيعيش ويتغذى عليها الوين لوز. البني ادم اللي هو بيحب يكسب كل حاجه، يكسب اي كونفرزيشن، يكسب اي حاجه في الشغل، يكسب ابن خالته، بيتغذى على الشخصيه دي. دي الشخصيه اللي احنا بنلاقيها عاده بتعيط في التويلت بتاع الشغل. تمام. طيب لوز لوز، لما شخصيه وين وين، شخصيه وين لوز، تقابل شخصيه تحب ان هي تكسب دايما، تقابل شخصيه ان هي تحب تكسب دايما، دايما النتيجه بتكون كده لوز لوز. هما الاثنين بيخسروا، هما الاثنين ما بيوصلوش لحاجه. تمام. طيب فعلشان كده عملوا تجربه لذيذه قوي، الماوس مش مساعدني خالص، بس عملوا تجربه لذيذه قوي. جابوا الاكسلانس ده وعمم صلحي وادوله التجربه ان هو هيدوله 100 دولار. تمام. والاكسلانس من وظيفته ان هو في التجربه دي هو اللي يقسم ال 100 دولار، يقسمهم بالعدل بقى، يقسمهم بالظلم، هو اللي هيقسم. هيدي مثلا لنفسه 50 ويدي لعمام صلحي 50. تمام. هيدي لنفسه 70، هيدي لعمام صلحي 30. تمام. طيب وهو هيقبل بالكلام ده؟ لا، ممكن يرفض، بس اذا رفض ايه اللي هيحصل؟ ده هيخسر وده هيخسر، ال 100 دولار هتتسحب منهم هما الاثنين لو رفض الكونسبت. خلاص انا رافض، مش هنبدا بقى نجوشيت ولا طب اديني، لا هتتسحب منهم ال 100 دولار، ده هيخسر وده هيخسر. فلقوا ان لما الاكسلانس ده بيبتدي يقل عن مثلا ان هو يدي لعمام صلحي 40 دولار، يعني مثلا لو هو خد 70 وادى لعمام صلحي 30، فعمام صلحي بيقول ايه ده؟ طب يبقى تهزرون هنا ولا ايه؟ بس انا هرفض. طبعا مع ان ظروف عمام صلحي اصلا ال 30 دولار دي ممكن تكون يوميه يومين يعني. ففي النهايه هو خسر وده كمان خسر. فهو ما فكرش في نفسه، هو فكر ان احنا طالما احنا الاثنين خسرانين فالدنيا زي الفل. والكونسبت ده احيانا بيبقى مثلا في الدراسه، اللي هو مثلا لو السكشن بتاعي كله ساقط فانا تمام، انا تمام، انا ما مش مختلف عن الاخرين يعني في حاجه، لكن يا عيني اهم حاجه ان ما يكونش حد احسن مني. طيب الكونسبت الرابع هو وين، وده احنا اتكلمنا عنه، هو باختصار شديد ان انا اكسب بغض النظر عن اللي قدامي. اللي قدامي ده لا يهتم بشؤونه الخاصه يعني. انا دلوقتي اهم حاجه عندي ان انا اكسب، ما ببصش للي قدامي، مش لازم اللي قدامي يخسر، لو عارف يكسب اتس اوكي جدا بالنسبه لي، بس انا اهم حاجه ان انا اكسب. طيب الحاجه اللي قبل الاخيره، ودي الحاجه اللي احنا نتكلم عليها باستفاضه سيكا، وين وين، ان انا اكسب واللي قدامي يكسب. طيب اقول لكم يعني شويه سلايدز كده غزل ستيفن كوبي في وين وين. اول حاجه يقول لك وين وين is a frame of mind and heart that constantly seek mutual benefit in all human interaction. يعني ايه الكلام ده؟ يعني هي حاله عقليه وقلبيه دايما بتسعى للمصلحه المشتركه في كل تعاملاتنا مع بعض. المصلحه المشتركه هي دي اولويتي، انا اكسب واللي قدامي يكسب. وين وين بيزد اون ا بارادايم ذات ذير از ا بالانسي فور ايفري وان ذات وان بيرسون سكسس از نوت اتشيفد ات ذا اكسبنس اوف اذرز. يعني هي مبنيه على كونسبت ان في خير للكل، مش لازم الدنيا مش تورته، وده هنتكلم عنه برضه في سلايد قدام، مش علشان حد خد جزء يبقى ده خده مني انا، لا في opportunities او في فرص او في خير لاي حد يقدر يسعى، مش لازم نجاح زميلي في الشغل معناه خساره ليا. طيب ده ستيفن كوفي عشان لو حد ما شافوش. وين وين از ذا بليف ان ثيرد اولترناتيف، هو ايمان بالحل البديل. يعني احنا دايما لو احنا نختلف لازم يا اما انا امشي رايي يا اما اللي قدامي يمشي رايه. طيب ليه ما يوصلش الحل ثالث، لا رايي ولا رايه، يرضينا هو الاثنين، احنا الاثنين، هو ده بقى اللي بيقوله الجمله دي. It's not your way، ده مش طريقتك، او my way اللي هي طريقتي. It's a better way، higher way، طريقه اسرع، طريقه افضل. طيب. سادس كونسبت، هو كونسبت لطيف اسمه win win or no deal. يعني لو كانت السيتويشن ده مش هيحقق لي النفع او مش انا هكسب اللي قدامي هيكسب، خلاص no deal، ما نعملش deal. طبعا الكونسبت ده مش ما نقدرش نطبقه على اي حاجه،
يعني وين وين المدير ما ينفعش مثلا انا اعمله مع المدام يعني في سيتويشنز ما ينفعش فيها. والحقيقه ان وين وين هو افضل حاجه واكتر حاجه ابليكابل واكتر حاجه تعود بالمنفعه على الطرفين، ولكن احيانا في بعض الاحيان ممكن نروح لوين لوز او لوز وين، بس مش دايما. يعني انا في حاجات لازم اثبت فيها رايي ماشي، بس مره، مش كل تعاملاتي مع شخص معين انا لازم اكسب الكونفرزيشن، انا لازم اكسب يعني امشي وجهه نظري، انا لازم اخد الكنترول. طيب عندنا المفروض ان هما 6 دايمنشنز اوف وين وين، 6 ابعاد للوين وين. الاربع ابعاد التانيين اللي انا مش جايبهم هنا كلهم معظمهم ريليتد بالبيزنس، فهنتكلم على البعدين دول اللي هما اكتر بعدين مهمين. الكاركتر او شخصيتي، ازاي اخلي شخصيتي وين وين، والريليشن شيب. تمام، اول حاجه كاركتر. تمام، اول حاجه في الكاركتر حاجه اسمها الانتجريتي. تمام، حاول انتجريتي هيلب اس الاين اور اكشنز ويز اور فاليوز. يعني ايه؟ ان جوه يبقى زي بره، ان انا اكون مؤمن بحاجه وهو ده فعلا اللي بعمله، لان ده هينعكس قدام على الريليشن شيب. لو انا مؤمن بحاجه معينه وبعمل عكسها، اللي قدامي مش هيترست فيا، فعمري ما اوصل للوين وين سيتويشن، لان هو هيحس ان انا عايز البسه في حاجه. فلازم الفاليوز الداخليه تبقى نفس اللي انا بعمله، لازم البيليفز تبقى وين وين برضو الداخليه. تاني حاجه ماتيوريتي. الماتيوريتي معناها الحرفي نضوج، ولكن هو هنا بيقول لك its ability to express one's own feelings and convictions balanced with consideration for the thoughts and feelings of others. يعني ايه الكلام ده؟ السلايد اللي بعديها توضح لنا. بص، دي الكارج ترجمتها الحرفيه شجاعه، ودي الكونسيدريشن. الكارج هو قدرتي على ان انا اكسبريس ماي فيلينج، او ان انا اقول انا حاسس بايه او انا عايز ايه، قدرتي ان انا اسيطر او اقول رايي. والكونسيدريشن ان انا اكونسيدر او اعتبر شعور اللي قدامي واشوف هو عايز ايه واشوف مصلحته فين. فاللي الكارج عنده عاليه ولكن الكونسيدريشن بتاعته قليله بيوصل لوين لوز، انا فرضت رايي وعملت اللي انا عايزه، اللي قدامي مع نفسه. لو الكارج عندي قليله والكونسيدريشن بتاعتي برضه قليله، لوز لوز. لو انا بعتبر اللي قدامي وبنسى نفسي ومش بقدر اعبر عن شعوري او انا عايز ايه واصر عليه، تبقى لوز وين. لو انا عندي الكونسيدريشن عاليه والكارج عالي، هو ده الوين وين. فمن الاخر الماتيوريتي ان انا اعمل بالانس ما بين اعتباري المشاعر اللي قدامي وما بين انا عايز ايه، فاوصل لوين وين. ثالث حاجه واخر حاجه في الكاركتر اباندنس مينتاليتي. اباندنس مينتاليتي believing there is ده اللي احنا قلناه، believing there is ability for everyone، ان انا اؤمن ان في opportunities او في فرص لكل حد. نجاح حد ما عمره ما هيكون على حسابي، عشان كده اساعد زميلي كويس في الشغل من غير ما اخاف ان هو يترقى وانا ما اترقاش. احاول افهم مثلا اولادي لو انا مخلف، احاول مثلا اتفاهم مع المدام، احاول اتفاهم مع زوجي وهكذا. نجاح طرف واحد وفي العلاقه الزوجيه، خلينا في ريليشن شيب بعيد. في العلاقه الزوجيه لو حد يعني السؤال بتاع اللي بيسالوه مثلا في البرامج، اني فيهم اني فيكم اللي بيمشي رايه في البيت او اني فيكم اللي بيكسب، ده سؤال سخيف جدا. لو لان لو واحد بس هو اللي دايما يكسب في كل مناقشه كده، يبقى هما الاثنين خسرانين، العلاقه دي تبقى فاشله. طيب ريليشن شيب، ريليشن شيب بعد ما اظبط جوه بقى اظبط بره. انا اهو ظبطت الانتجريتي والماتيوريتي والابندنس ماتيوريتي، عرفنا ظبطت داخليا معتقداتي انا وطريقتي، اظبط بقى علاقاتي مع الناس. طيب الريليشنز باختصار بيزد على الوين وين بتبقى مبنيه على تراست. انا لو انا خلاص بفكر بالطريقه دي واللي قدامي بيفكر بالطريقه دي، فاحنا الاثنين بنتراست بعض. خليه فاحنا الاثنين بنتراست بعض، احنا الاثنين هنقدر نعبر عن اللي قدامنا، نعبر عن ارائنا. انا هقدر اقول للي قدامي عن المرأة الشابه اللي انا شايفها، وهو هيقدر يقول لي عن الست العجوز اللي هو برضه شايفها. انا متاكد ان نصكم شايفين ست في العشرينات والنص الثاني شايفين ست في 100 وحاجه، ف
هما الاثنين. فانا هقدر اعبر عن رايي ده بدون كسوف، لان انا واثق ان اللي قدامي مش هيتفه من كلامي، واثق اللي قدامي فاهمني وهبيعاملني باحترام وهكذا. واللي قدامي برضه لما يجي يتكلم عن وجهه نظره انا برضه ابقى فاهمه كويس. بس فدي كانت باختصار خالص وين وين داخليا وخارجيا، وان هي افضل بارادايم او افضل طريقه تفكير توصلنا كلنا بقى لميوتوال بنفيتس زي ما كان مكتوب. شكرا. من غير تقديم طبعا، غني عن التقديم مستر رمات.